احنا في هسه على اللي اوت وشلون نرتب اليو اي كنترولز على الفورم مالتنا. احنا من نحكي تاكل على شلون نرتب اليو اي كنترولز او الكنترول مالتنا على الفورم، ما تحكي على الديزاين. الديزاين خطوه واحده، انما تحكي شلون تترتب وشلون تتناسق بحيث يكون مكانها وحجمها يتناسب مع حجم الفورم. انتو تدرون الفورم ممكن يكون تكون صغيره، ممكن تكون كبيرة، ممكن على ملء الشاشة، الشاشات تختلف حجمها. فالكنترولز هل حتبقى في مكانها؟ هل حتتغير مكانها ويا حجم الفورم أو لا؟ وهذا الشيء كلش واضح لما نستخدم الويب. كنا مستخدمين أي براوسر مثلا كروم أو أي شيء آخر، الويب ديزاينر شي يسوي؟ يفكر دائما إنه أكو عدة ديفايسز اللي ممكن واحد يباوع على السايت مالته بيها. فمثلا إذا كان يباوع على الحاسبة فيكون الواجهة كلها شكل معين، لما يشوفها شوية أصغر الديفايس اللي يباوع عليه أو حجم الشاشة يحاول إنه يقول هذا مثلا تابلت أو شيء آخر. التنسيق والترتيب للأيقونات والكنترول كلها هتختلف. ولما تباوع على الموبايل غالبا يكون كأنه سكرول تقدر تمشي بيها، وكلنا شايفين هذا الشيء لما نفتح أي موقع من الموبايل يختلف عما نفتحه من الحاسبة. هذه نفس الفكرة لازم موجودة بال WPF، بس لازم هي تخدم الانفايرمنت مالت الويندو. فالويندو دائما حجمها، اي ويندو نسويها حجمها مختلف، فاختلاف هذا لازم يكون التنسيق الكنترول عليها بشكل معين وبشكل اوتوماتيكي. فاحنا كلنا لاحظنا سابقا لما كنا نشتغل بالوين فورم انه نحدد المكان ثابت، وكلنا شفناها بالويندوز فورم سابقا، حدد كل هذا الكنترول مكانه في فلان مكان. وشفنا شلون نحدد اللوكيشن مال كل فورم ومكانه شلون يكون بالفورم، وحددناها بشكل واضح وحكينا عنها سابقا. قلنا الوين فورم هتكون مكانها نسبة الى الفورم مالتك، فاحنا نعرف كلنا اي شاشة دائما غالبا احنا متعلمين عليها النقطة اللي فوق هي 00 وهذا السكرين مالتك، والبقية الواي دائما تزداد لجوا بالاكس بشكل العادي. الفورم نفسه إلى كوردينيت خاصة، الصفر صفر هي الزاوية العليا اليسرى. نفس الكلاينت ايري هذه اللي تشتغل بها هي كانت الصفر صفر وإلى الإكس والواي اللي تزداد لجوه. كنا نحدد مكان الكنترول في هذا الكلاينت ايريا نسبة إلى الصفر صفر. هذه كانت بالون فورمز بنشوفها. حاليا احنا نريد نسوي لاي اوت متغير يتغير ويا ال فورم حجمه وشكله شلون يكون. فعلى من نحقق انه يكون الموقع والاشكال الكنترولز على الفورم تتغير، يمكن افضل طريقة ويمكن الطريقة المثلى اللي سووها انه يكون احجارهم ومكاناتهم هي نسبية الى حجم الفورم. زين، فتكون بطريقة نسبية نربطها نسبة الى فشي معين بالفورم اما حجمها او مكانها. زين، وتتغير حسب الفورم نفسه وشكلها. زين، فبهذا ممكن نحقق شكل من اشكال التغيير التلقائي. طبعا هي هذه ممكن تتطور بعد اكثر وتصير هي شويه ذكاء. حاليا وضعنا الحالي انه عندنا انه اكو عده طرق ممكن نستخدمها عن نغير المكان تلقائيا وشكل الواجهه تتغير حسب حجم الفورم. من هذه الطرق انه نستخدم فد لاي اوت فد بانل نحط بها الاشياء. فحددنا عده انواع من البانلز، عندنا عده انواع من البانلز حقيقه اللي ممكن نستخدمها واللي كل واحده لها تصرف بشكل معين. فمثلا عندنا الكانفاس اللي هتكون شيء مشابه الى الشيء التقليدي باضافات معينه، عندنا ستاك بانل اللي هتكون بها الاشياء مترتبه على شكل ستاك، عندنا الراب بانل هتكون سطر واحد شوية شوية تنملي من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين، ولما تنملي تضيف سطر جديدة. عندنا الدوك بانل اللي هو حيرسي الكنترولز على أحد أطراف الفورم ما يسار يمين أو توب أو البطن. زين، وطبعا الجريد كلنا شفناها اللي هي عبارة عن شبكة نحدد يا كولوم يا رو هيكون الكنترول موجود بها. طبعا يونيفورم جريد هو هيكون شيء مشتق من الجريد، وعلى السيلز مالته هتكون باحجام ثابته. زين، بشكل يونيفورملي.
وفيرتشواليزد ستاك بانل هي نوع خاص من الستاك بانل اللي حتكون على كل الكنترول، حتكون سنجل لاين او بالشكل هوريزونتالي او فيرتيكالي. حنشوف هذولي بالتفصيل شوي شوي. فخلينا نبدي اول شيء بالكانفاس. الكانفاس يشبه بالضبط يشبه الكنترول بالويندو فورمز باختلافات بسيطه. هنا ممكن تحدد المكان مو شرط بالبيكسلز، انما تحددها باي طريقه اخرى، فممكن تحددها كسنتيمتر، ممكن تحددها كانش او شيء اخر. زين، فهذه شويه اضافه لها، بالاضافه الى انه ممكن انه تكون البوزيشننج مو بس نسبه الى النقطه اليسرى العليا من الكلاينت اريا، انما ممكن يكون الى اي طرف من الاطراف البوزيشننج نسبه لها. وهذه ايضا اعطتنا خاصيه اخرى وفلكسبيليتي اخرى بالكانفاس. بالاضافه الى ذلك ان الزد اوردر اللي كنا نعرفه اللي هي البعد العمق يعني، واخذته بالجرافيكس انه يا كنترول يصير قبل يا كنترول ينرسم، يا اي واحد ينرسم على الثاني. فهذه تعتمد على منو ينرسم الاول منو ينرسم الثاني، وينرسمون بشكل تتابعي على الشاشه، فاللي اقرب حيغطي اللي ابعد وحسب التسلسل البرنامج. خلينا نشوف مثال بسيط عليها. المثال هذا لاحظ احنا حددنا كانفاس، نهايه الكانفاس حطينا مجموعه من البتن داخلها. زين، وبدنا نشوف شلون الاوتبوت مالها بالضبط حيكون. لاحظ اول بتن حطيناه هي الريد، هذا الريد من رسمه الريد، والليفت صفر والتوب صفر قلنا له، فسميناه هنا ليفت صفر توب صفر. اوكي هنا لاحظ ما حددت اي شيء بالكانفاس، فدائما اذا ما حدد شيء ياخذ الليفت صفر توب صفر. لاحظ البتن الثانيه اللي حطيته اللي هي هذه البتن اللي هي اورنج. زين، لاحظ هذه الاورنج حطيتها وحطيت وياها بالاتربيوت قلت له الكانفاس توب توب اخذها 18، فاذا اخذ بعد عن التوب 18، اذا هذه المسافه منها لهنا 18. كذلك قلت له الليفت 18 ايضا مسافه منها لهنا 18. اوكي، اذا حددنا بالكانفاس الثانيه الليفت شقد والتوب شقد، اذا هذه نسبه الى التوب والليفت. زين، ف 18 ب 18. وطبعا رسمناها بلون اورنج برتقالي وظهرت علينا صوره على الشاشه. لاحظ لو تلاحظ شويه تنتبه عليها، لانه البرتقالي او الاورنج اللي رسم بعد الريد، ف شويه لو تلاحظ هذا الخط يغطي الاحمر فصاير فوق الاحمر. اذا زيت اوردر انه هذا اقرب من الاحمر، الاورنج اقرب من الريد. اوكي، الاورنج حينرسم فوق الاحمر. اخذنا مثال اخر، ايضا رسمنا بتن اخرى لونها اصفر يلو. زين، وقلنا هذا البتن حيكون نسبه الى الرايت الى البتن، الى الرايت هذا الرايت الى البتن، شقد الى الرايت نسبته؟ بعده حيكون 18، شقد بعده الى البتن حيكون ايضا 18. زين، فاذا شوف ما اخذنا نسبه الى النقطه العليا اليسرى، اخذنا نسبه الى هذا الطرف وهذا الطرف. اذا رسمناه وسميناها طبعا التكست مالته رايت 18 بتن 18. اخذنا وحده لاخ سويناها خضره فاتحه، هذا عشبي، قلنا هذا نسبة إلى الرايت والبتم أيضا الصفر بصفر. لاحظ حطينا صفر صفر حيكون بالضبط بهذا الزاوية، حيكون هذا صفر صفر، إذا هذا صفر صفر حيكون المسافة منا لهنا صفر، المسافة منا لهنا بين البتم والبوردر هي صفر. أوكي، سواء البوردر على اليمين أو البوردر اللي جوا. زين، لاحظ ايضا انه هذه انرسمت بعد الاصفر، فشوية تغطي الاصفر بهالمكان. طبعا اخذنا الاكوا او الازرق الفاتح السمائي الى اخذناه نسبة الى التوب والرايت او الرايت والتوب. زين، فهذه رايت صفر والتوب صفر. اخذنا اخير واحدة المجنتا الوردي، اخذناها نسبة الى الليفت والبتم، فالليفت صفر والبتن صفر، بتن صفر. اوكي، فهذه اظهرتنا شلون ممكن نستخدم الـ
كانفاس. فالكانفاس هو نوع بسيط وبدائي وكلش سهل، ويشبه الويندو فورمز بإضافات أخرى شوية عليها أكثر. أكو نوع آخر اللي هو نستخدمه اللي هو ستاك بانل. ستاك بانل يرتب الأشياء على شكل ستاك، يعني أول وحدة تنحط، ثاني وحدة، ثالث وحدة، وهكذا. وتنشوف هنا بالرسم، الرسمين هذولي، هذه إذا فيرتيكالي فأول وحدة إجت هنا، ثاني بتن إجت هنا، ثالث بتن إجت هنا، وهكذا. أي بتن تجي كأنه ستاك تنضاف إلى ستاك. ممكن يكون طبعا الستاك بشكل هوريزنتالي، فالأولى هتكون هنا والثانية يمها والثالثة يمها وهكذا. تلاحظ انه من تبدي من اليسار الى اليمين، الاشياء تنحط دائما باليمين، نفس الشيء هذا من التوب ومن يجي من اليمين. طبعا على متحدد ان الستاك شلون يكون، هل هو فيرتيكال او هوريزونتال؟ باي ديفولت هو فيرتيكال. اذا اريد ابدل الاورينتيشن مالته فاروح الاورينتيشن اقول يكون هوريزونتال، اذا اعطيه خاصيه اورينتيشن اتريبيوت واقول له هوريزونتال، فيتحول الى هوريزونتال. طبعا الستاك وايد نستخدمه وكلش مفيد وكلش سهل حقيقه بالاستخدام. عندنا الراب بانل يحطهم سطر واحد، فيبدي يرتب الكنترولز بشكل سطر واحد الى ان يملي واحد يم الاخر، يحطه سواء يحطه بالارض هكذا، يعني كرو واحده واحده يم الاخر، او يحطون واحد جوا الاخر ككولوم. زين، فهذه من تنملي السطر يبدي سطر جديد، ومن يملي كولوم يبدي كولوم جديد. هذه يحددها طبعا الاورينتيشن، اريد اما يكون هوريزونتال او فيرتيكال. زين، فممكن ترتب الاشياء بتسلسل معين، يعني اول كنترول حيكون اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، وهكذا. ان تنملي هي تجي تلقائيا اذا ما كفى الفون ينزل جوا، فاذا صغرت وكبرت بحجم الفون حشوف الكنترول تنزل وتصعد حسب الفورم وحجمها. زين، طبعا الهايت حيكون اوتوماتيك، اذا ردت انت تحدد هايت فممكن تحدد الهايت مالت الرو او والويدث مالته ايضا عن طريق ايتم هايت وايتم ويدث. طبعا اذا كان الكنترول اكبر من الايتم هايت، يعني ارتفاع اكبر او عرضه اكثر، فراح تنقص ويصير بيها كليبينج. وهذا مثال لو تلاحظ حطينا انه اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، تترتب بسرعه لان الفورم هنا يكفيها. لو صغرنا الفورم شويه حتشوف اخير واحده لين ما صارت ما تكفيها، حتنزل جوا تلقائيا. صغرها اكثر حتشوف انه اول واحده، ثاني واحده، ثالث واحده، رابع واحده، بعدين خامس واحده، سادس واحده، كلها هي نزلت، هي ترتبت، انت ما سويت اي شيء، فقط قلت له انه هذا راب بانل. زين، واذا كلش صغرتها حتترتب بشكل عمودي. نفس الشيء اذا كان الراب بانل هو الاورينتيشن مالتها فيرتيكال، لاحظ هنا vertical انه حيكون الاولى هنا، ثاني هنا، ثالثة هنا، رابعة هنا، خامسة هنا، سادسة هنا، وكفت وماكو داعي تجي سطر جديد. لو هسه صغرت الفورم هتشوف انه واحد، اثنين، ثلاثة، السادس ماله مكان اجى هنا، وهكذا. اذا صغرت اكثر حيكون واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، صغرة اكثر حيكون بهذا الشكل. اذا هو تلقائيا حيتبدل و يترتب حسب حجم الفورم. طبعا ده شوف هنا كل الراب بانل هيكون باتجاه من اليسار الى اليمين. اذا ردت تسويه في انفايرمنت هو عربي مثلا من اليمين الى اليسار، فممكن تغير الفلو دايركشن للراب بانل، تحط له كاتريبيوت فلو دايركشن تسوي رايت تو ليفت. اوكي، فحتكون عكس هذه، حتكون الاولى من هذه الجهه، ثاني واحده، ثالث واحدة، والأخيرات تكون منها أو تنزل. زين، فممكن تغير الأورينتيشن، سوري الفولو دايركشن، وتحدد شلون ممكن يتغير أو ينرسم الكنترولز على الفورم. عندنا الدوك بانل. الدوك بانل إنه شو نسوي دوك بانل؟ إنه يرسي الكنترولز على أطراف الشاشة. فممكن انك ترسي اي كنترول على التوب او الليفت او الرايت او البتون. طبعا اذا ما حددت حيكون بالسنتر اكيد، يعني اخر واحدة حتكون بالسنتر، ياخذ كل المكان الباقي. فلاحظ هنا انه حددنا الريت يكون هذا اول واحدة، الدوك بانل دوت دوك، طريقة الدوكينج مالته هو توب، فالريت حتكون هنا، هذا الريت حتكون نسبتها حتكون مرسية على جانب الاعلى.
التوب. زين، وسميناها توب. كذلك الدوك بانل، البوتن الثاني قلنا له دوك بانل دوت دوك، لان حطيناه بدوك بانل، فلازم نحدد انه وين شلون تترتب داخل الدوك بانل. لاحظ البانل مالتي هو الدوك بانل، فحددت انه يكون ليفت هنا البوتن الثانية اللي هي الأورنج، صارت على الليفت. زين، والثالثة اللي هي اليلو حددتها رايت، فحتصير دوكينج على الرايت. لاحظ الرابعة اللي هي الجرين، الجرين الأخضر الجيم حتكون على الأسفل. زين، فتكون مكانها هنا. والخامسة ما حددنا لها أي شيء، حتاخذ كل المكان الباقي بالسنتر. زين، لاحظ ايضا انه الاولى رسمت كل الخط اخذت هنا لانه مخوذه، الثانيه حطت جواها، الثالثه حطت هنا، وهذه تشوف الجزء ايش قد اخذت، لانه هذولي مليانات الاطراف. اوكي، هذا الطرف مليان عن طريق اثنين، وهذا عن طريق ثلاثه مليان، فالاخضر اخذ فقط هذا المكان. طبعا اذا هذا ممكن يتغير، اذا غيرت التسلسل حيتغير شكل البتن على الفورم. لاحظ إذا بدينا بغير طريقة، بدينا بالليفت، هالليفت حياخذ كل شيء، بعدين بدينا بالتوب، بعدين بدينا بالبتم، أخير شيء بالرايت. لاحظ الشكل اختلف. بقية الخامسة نقاط المكان الباقي، لو كان حجمها مترتب كامل وسوينا لها بشكل معين الترتيب، أيضا حتاخذ المكانات اللي خاصة بها. ولاحظ الأخضر لأنه حجمها ما يغطي كل المكان، فأخذت جزء من المكان اللي هو هنا. نحتاج الى الالاينمنت، ونشون نحاول نسوي الالاينمنت. لاحظ هنا سويت توب دك بانل توب والالاينمنت رايت، هنا دك بانل ليفت والالاينمنت بتن، ما صارت لا فوق ولا اي شيء، حددنا الالاينمنت للبتن فصارت جوه. هنا ايضا حددنا البتن انه حيكون نسبه للرايت، بس الالاينمنت حطيناه بتن، فما صارت بالنص ولا اي شيء، نزل جوه. وهكذا هذه الالاينمنت مالتها رايت، فصار الفراغ منها، لو كان الفراغ ضدنا منها الصفحه كان سوينا الالاينمنت ليفت. ملاحظه اخيره على الدوك بانل، انه الدوك بانل يشبه ستاك بانل، في شرط انه اسوي اللاست تشايلد فيل بروبرتي مالتها اسويها فولس. اذا سويتها فولس فهي تشتغل حالها حال ستاك بانل، فهي سوبر سيت لستاك بانل. زين، فممكن تسويها تشتغل كستاك بانل وتسويها الدوكينج على الليفت حيصير هوريزونتالي، واذا سويت الدوكينج على التوب حيصير كانه فيرتيكال ستاك بانل. نجي للجريد، والجريد مثل ما شفناه وهي شفناها، الجريد هي يسوي لك كولومز ورو بالفورم مالتك، وانت تحدد كم كولوم او كم رو وحجمهم ومكانهم. زين، طبعا الرو حيبي الى ترقيم على مود شلون اعرف ارقم كل كنترول وين موجوده يا سيل من الجريد. فهنا احتاج انه اعرف السيلز شنو ارقامها. زين، فاول شيء لازم اعرف شلون يبدي الترقيم مالت السيلز. الترقيم يبدي من الصفر، فهذا الرو صفر، وهذا الرو صفر كولوم واحد، وهذا الرو صفر كولوم اثنين، وهكذا هذا الروم 1 رو 1 كولوم 0، روم 1 كولوم 1 رو 1 كولوم 2، رو 2 كولوم 0، رو 2 كولوم 1، ورو 2 كولوم 2. فلاحظ هنا ايضا كتبناها على ما تعرفوها. فانت لازم تحدد انه اي مكان ينزل الكنترول مالتك، وحنشوفه بالبرنامج شلون نحدد انه ينزل يا بروبرتي، نحددها انه ينزل الكنترول بيا سيل. طبعا السايزنج والجريد لازم تحدده ايضا، فانت ممكن تحدد سايزنج اوتوماتيك فياخذ كل السايز الموجودة إليه متوفرة إليه. زين، خاصة إذا ما أعطيت سايز، يعني مثلا أنا من ما أعطي سايز لأي بطن نرسمها، شفتوها أيضا نرسمها على الفورم، تأخذ كل الجريد كلها. لما أعطيت سايز زين معينة، فأنا أحدد إنه أبسولوت سايزنج. فالأبسولوت سايزنج أنا أحط السايز مالت البطن مثلا هاي تلقد والوث تلقد، حددت أنا الأبسولوت سايز قد. بينما لو أريد أوتوماتيك فبعطي سايزنج، فهو هياخذ حجم المتوفر له. لما شفنا اول مثال اخذناه البتن لما حطيناه اخذت كل الفورم مكانه. زين، هو كل الجريد كله اخذت كل المكان، فكان لازم اصغرها او اكبرها حسب اسويها مثلا ابسولوت سايزنج، وهي حتاخذ دائما حجم
المناسب له، كانت سيل حتاخذ حجم السيل كلها. نحن نعرف الجريد ممكن يتقسم الى مجموعه سيل، واذا حطينا بسيل واحده حتاخذ كل السيل. زين، عندنا نوع اخر نسميه البروبوشنال سايزنج. زين، هذا كلش واضح لما نسوي الجريد مثلا نسويه على نسب معينه. طبعا السايزنج هذا يمشي ويا كل الكنترولز، كل البانلز ممكن تحدد بيها، وشفنا بالراب بانل اذا حددنا السايزنج شلون تكون ممكن يتقطع الكنترول اذا ما كان له. الى كل بانل الى تصرفها الخاص ويا السايزنج. هنا البروبوشنال سايزنج اللي هو نسميه غالبا ستار سايزنج، زين، هو يحدد انه النسبه بين اللي تاخذ الكنترول نسبه الى المكان اللي بيها. فلما نحط ستار لاي كنترول، زين، اذا حطيت السايز مالته مثلا هايت او اي شيء اخر او الويث او اي كنترول اخر او اي كنترول احدد له السايز، فاذا سويت ستار فحياخذ كل المكان، يعني اقول له كل النسبيا، خاصه اذا ماكو كنترول ثاني وياها. اذا اكو كنترول ثاني وياها حياخذون بالتساوي اثنيناتهم. اذا كانوا ستار فحط لو حطيت اثنين بتنين يعني، وحطيتهم واحد صنف الاخر، وحطيت السايز مالتهم مثلا ويث اثنيناتهم ستار، فحيقسمون الويث الكلية بالتساوي بيناتهم. مثلا اذا عندي بالرو واحدة، خلي نقول هذا الفورم مالتي، زين، هذا حطيت بتن هنا وحطيت بتن هنا، فلو سويت السايز ستار فراح تاخذ اثنيناتهم حيكونون بالنص يقاسمون هذا الارض. لو سويت الويث مالتهم ستار فهياخذون الارض مالتهم حتكون بالنص متساوي تقسم بيناتهم. طبعا ممكن اسويها نسبيا ايضا، اقول مثلا هذا 2 ستار وهذا 1 ستار، يعني معناته هذا ضعف حجم هذا، وهكذا اي نسبه اخذها ممكن اسويها. فهنا الحجم نسبي، زين، فممكن تتعامل وياها عده طرق، ممكن حسب اللغات والبرمجه كل واحد له طريقه انه يعني يقول شلون النسبيه مرات يحددوها بشكل معين. خلينا ناخذ مثال على هذا، يمكن المثال اوضح يبين. لاحظ انه حطينا هنا حطينا الويث 100 لهذا البطن الاحمر، البطن الاورنج حطيت الويث مالته ستار، فاخذ هنا رو واحده بس حطينا، فهذا اخذ كل المكان، اخذ 100 سوري، والبقيه المكان كله صارت المن، هذا من الويث مالته ستار اخذ كل المكان. لاحظ خلينا هسه هذا 100 وحطيت 3 بتن وياها، هي الاورنج واليلو والجرين، وكلهم حطيتهم ستار، فاذا هذول الثلاثه حيتقاسمون المكان الباقي بالتساوي، بينما هذا حياخذ 100، ال 100 خاصه به، هذول حياخذون ثلاث مكان، هذا المكان كله يقسموه بالتساوي بيناتهم. بقيت نفس الحاله، اخذت الويث الاحمر 100 بس قلت هاي الاولى الاورنج ستار، اليلو 2 ستار، والجرين ستار. لاحظ هنا شلون صارت، هنا اليلو ضعف الجرين والاورنج، زين، فهنا اخذ ضعف المساحه، لو تلاحظ ضعف الاخضر وضعف البرتقالي. ايضا لو ممكن نسوي 2 ستار هي و4 ستار و2 ستار، هي نفس النسبه، ولاحظ نفس الشيء حيرسب لنا 2 4 الى 2 هي ضعفه، صح؟ نفس الشيء هذا 4 الى 2 ضعفه، او 2 الى 4 هي نصف المسافه الوث مالتهم. فنفس الشيء حنرسم، وفقط الارقام تغيرت لنا هي نفس النسبه. اوكي، هذه هي طريقه السايزنج اللي نستخدمها بالاوبجكت اللي نحطها على الفورم مالتنا. عندنا ممكن ايضا بالجريد نستخدم فشي انه نقول الكنترول ياخذ اكثر من سيل واحده، نسميه سيل سبانينج. اوكي، سبانينج مالتنا ايش قد، زين، فهل هل هو كولوم سبانينج او رو سبانينج، هنا نحددها. فلاحظ البتن هنا حددنا قبل ما نقول شنو البتن نشوفه شنو، لاحظ حددنا جريد وحددنا شنو. اول شيء لازم نعرف كولكشن كم كولوم عندي، زين، حددنا كم كولوم عندي. فقلت جريد للكولوم ديفينيشن مثل ما قلنا راح نقول لكم شلون. قبل كل شيء نحدد كم كولوم عندي، قلت لك جريد دوت كولوم ديفينيشن، وقلت لك كولوم ديفينيشن الاول هيكون وحده
العرض مالته ستار. كولوم ديفينيشن الثاني والثالث حددت ثلاثة كولوم موجودة عندي. زين، فكل واحدة ستار ماخذة، إذا حجمها متساوي، فصارت هذه عبارة عن ثلاثة كولوم. زين، بس صارت ثلاثة، ثلاثة أعمدة. أوكي، نفس الشيء قلت له رو ديفينيشن، الرو ثلاثة أيضا سويتها، كل واحدة متساوية لأنه حطيت ستار، فصارت عبارة عن ثلاثة رو. أوكي، أجيت حطيت البتن الأولى، لاحظ هذه البتن الأولى حطيتها مباشرة بدون ما أحط مكانها، بما أنه ما أحط الجريد وين مكانها، حياخذ أول سيل اللي هو صفر صفر، دائما صفر من غالبا ما نذكره. زين، بس شو قلت له؟ قلت له جريد دوت كولوم سبين هو اثنين. زين، بس بين مال قلت له العمود سوي على مستوى عمودين، فلاحظ البتن الأولى تاخذ عمودين. زين، أو سيلين من الأعمدة. زين، ونفس الشيء سويت البتن أخرى سميتها بتن 3، بتن 2 سوري، وقلت له وين موجودة بجريد دوت كولوم مالتها ثلاثة، ما حددت الرو، إذا حيكون الرو صفر، بس الكولوم ثلاثة، هذا كولوم 0، كولوم 1، كولوم 2، كولوم ثلاثة، حيجي دائما على أخير واحد، حيكون أقل منها بواحد، حيطلع حينحط بالاثنين، لأن أكثر من الحجم العادياتي حطيته. أوكي، اجيت حطيت بتن اخرى سويت الرو مالتها واحد. زين، قلت له بتن 3 بالرو 1، ما حددت الكولوم، فحتكون كولوم 0، اذا كولوم 0 رو 1. اوكي، هذا كولوم 0 1 2 0 1 2، فصارت هذا المكان السبين مال السبين، فياخذ مكان سيل واحده. حددت بتن اخرى، لاحظ البتن الاخرى هذه حددتها وين؟ قلت له الكولوم 1 والرو 1، فالكولوم هذه هتكون العمود رقم 1 هذا، والرو رقم 1 هذا، صار بالضبط هنا. زين، هذا المكان، بس لاحظ شوف ضفت عليها، قلت له الكولوم سبين هو 2، اخذ لك كولومين بالسويه، ايضا رو 2، راح اخذ هذا المكان كله أربعة. آخر واحدة حددت وكتبت أيضا، ممكن يعني أكتب الجريد دوت كولوم يساوي لي 0، قلت له بالكولوم 0 بالعمود 0، ممكن هذا سطر ما أكتبه لأن دائما هيكون ديفولت 0، بس الرو لازم أحدده مع طول من صفر، أحدده 2، حددت 2، هذا 2، هيكون هذا البتن 5 هنا مكانه. أوكي، فهذه ممكن شلون تخلي الكنترول مالتك ياخذ اكثر من سير واحده داخل الجريد مالتك. اليونيفورم جريد هو شيء يشبه الجريد، بس هو اوتوماتيكلي غالبا يحدد الحجم المناسب للكنترول مالتك. فمثلا لو عندك اربع بطنات او اي اربع كنترول، فحيسوي لك هو راسا الكولومات عباره عن 2 في 2، لو كان عندك 9 حيسويها، أو مثلا 5 6 7، فميكر في 2 في 2، لأنه 2 في 2 حيساوي 4، ولو عندك 5 كنترول 6 كنترول 7 كنترول إلى 9 فحيساوي 3 في 3، إذا كان عندك 10 إلى 16 حيساويها 4 في 4، وهكذا كل ما نزيد هو حيزيد الحجم المناسب لها. طبعا السير حيكون أوتوماتيكلي ما لم تقم أنت بتغيير الحجم مالته. عندنا شيء أخير لازم نعرفه لما نحكي على الالايمنت والمارجن اللي والبادنج. زين، لما تحط مثلا بالكانفاس، حطيت المكان اللي أريد أحط به الكنترول مالتي، فهذا الفيرتيكال الالايمنت هي المسافة منها لهنا، والهوريزونتال الالايمنت هي المسافة منها لهنا. أوكي، نسبة هذه للتوب والليفت. أوكي، نجي مرات احنا نكتب مارجن، المارجن مالتنا يحدد المسافات حول الكنترول نسبة إلى المكان اللي ينحط به، فهذا المكان هسه حددناه حينحط بهذا المكان المستطيل هذا. زين، قلت إنه المارجن مالتها حطيت عدة مارجن، حطيتها من الليفت مثلا هالمسافة تكون، من التوب تكون هذه المسافة بحيث ما تكون ملاصقة للأطراف، هذه أيضا هالمسافة، المارجن الرايت والبتن هتكون، وهذه البتن هتكون هذه المسافة، فهذه ممكن أحددها عن طريق المارجن. وأيضا اللي حينكتب مثلا لو عندي مثلا كتابة على الكنترول مالتي،
اقدر ايضا احددها بعدها عن الكنترول نفسه. قد الاوبجكت اللي حاطه داخل الكونتينت مالتي اللي حاطه داخل الكنترول ممكن ايضا احددها قد بعدها عن اطراف الكنترول. هذه نسميها بادنج. فهذه بادنج ليفت، هذه بادنج توب، هذه بادنج رايت، وهذه بادنج باتم. اذا لاحظ انه عندنا عده اشياء تقدر تغير بها المجال اللي تغير به الاشياء. اوكي، هذه اللي هنشوفها بالأمثلة إن شاء الله، دائما نستخدمها في البرامج.